وفي الدستور اهتمت الجريدة في صفحتها الرئيسية بكرة بمنتدى شباب العالم 2 والمقرر تنظيمه في شرم الشيخ، وكتبت الجريدة 5000 مشارك في منتدى شباب العالم 2 بشرم الشيخ، وأكدت أن المنتدى هينطلق خلال الفترة من 2 ل 6 نوفمبر اللي جاي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. We'll be right back.